وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل الكريم، اهلا بحضرتك وكل مشجعين الأهلي. اهلا بيك يا فندم. عايزين حضرتك تطمنا بقى على الأقل بالنسبة للأسبوع ده اللي احنا بنبتديه مع حضرتك النهارده، يا ترى الأجواء هتكون عاملة ازاي؟ اي طبعا احنا شفنا الشتاء رجع تاني على كافة المحافظات الجمهورية، انخفاضات في درجات الحرارة بدرجات اقل من المعدلات الطبيعيه من 3 إلى 4 درجات. سجلت القاهره بالامس 16 درجه مئويه عظمى، وفي ساعات الليل المتاخره والساعات الصباح درجه الحراره الصغرى وصلت الى 9 درجات مئويه. هيستمر معانا هذا الطقس بارد خلال فترات النهار والشديد البروده في ساعات الليل المتاخره والساعات الصباح على الاقل لمده 72 ساعه القائمه الجايين. هتستمر الاجواء في هذه الاوضاع، الطقس يعتبر شتوي خلال هذه الفترة. لازلنا طبعا نحذر من عدم تخفيف الملابس، مهم جدا احنا ما نخففش ملابسنا دلوقتي خالص. طبعا. تم دحين الاعلان عن انتهاء فصل الشتاء رسميا. بالنسبة طبعا لفصول الامطار بالفعل محافظات عديدة من محافظات شمال البلاد بما فيه المطروح، اسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مناطق الدلتا سقط فيها امطار، وصلت الامطار الى في الشرق الى مدينة دمياط. الامطار خفيفة الى متوسطة ولكنها تعبر بشكل رسمي عن ان احنا ما زلنا في فصل. طيب هل يعني مهما انخفضت درجات الحراره وخصوصا فتره المساء، هل هتوصل لمرحله البرد القارس ولا يعني زي الفترات اللي فاتت علينا بدايات الشتاء، ولا مش للدرجات دي هتكون؟ لا هي مش هتوصل طبعا لانخفاضات درجات الحراره اللي كانت بتوصل في شهر يناير، اللي كانت بتوصل على القاهره درجات الحراره الصغرى الى 6 درجات وخمس درجات مئويه. لا طبعا، لكن احنا كنا بنلم اوراقنا وبنقول خلاص الشتاء بيودع بعد ارتفاعات درجات الحراره الاسبوع الماضي، وبدانا نلاحظ ان في عديد من المواطنين بداوا يخففوا شويه من نوعيه الملابس. صحيح. وقال ان الربيع دخل بدري، فخلاص بقى الاجواء بتستقر. طبعا لسه احنا شايفين الاجواء عامله ازاي، انخفاضات درجات الحراره، مش عايزين نصدر الرساله بس طبعا خلال الفتره. طيب اخيرا يا دكتور محمود، هل في حاجه تحب تقول لنا عليها بخصوص الشبوره؟ هل بتبقى في بتتكون شبوره في الساعات المبكره من النهار، ولا مش بالضروره طالما بقى في ارتفاع نسبي في درجات الحراره نهارا؟ هو طبعا معدل تخفيف الامطار اللي موجود على السواحل الشماليه والدلتا بيخلينا نقول مع وجود المنخفضات الجويه في طبقات الجو العليا اللي بتساعد على تكون السحب، ان فرص تكون الشبوره بتكون ضعيفه جدا. لا الحمد لله الرؤيه متحسنه تماما على كافه الطرق في الصباح الباكر، تسمح بحركه السفر على مدار اليوم والتنقلات على الطرق السريعه. ولكن احنا التحذيرات اللي بنقولها دايما هي خلال الفتره دي انخفاض درجات الحراره هو الحاجه اللي لازم نوجهها او ننصحها للساده المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفتره. تمام، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود، بنسعد دايما بالتواصل مع حضرتك، شكرا ليك.